السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. معكم أحمد علي وحلقة جديدة وعالم الصناعة التقنية. طبعا كورس صناعة المحتوى على اليوتيوب أنا شايف عدم تجاوب، فتوفيرا للوقت أي حد عنده استفسار عن الكورس ممكن يسيب السؤال بتاعه أو يعمل بحث عن جوجل يدور على الجزئية اللي هي ناقصة. أنا يعني في الحالتين مفيش مشكلة معايا، ولكن بما إني شايف مفيش حد مهتم أوي بصناعة المحتوى، فاحنا خلينا في السكة اللي ماشيين فيها وهي مراجعة المواقع زائد اللي هو مواقع الربح وازاي تعمل فلوس في حاجات محدش شرحها قبل كده ان شاء الله غير عالم الثروة والتقنية. طيب مبدئيا عندنا موقع النهاردة اسمه افستور. لو حضراتكم تفتكروا الناس اللي دخلت قبل كده، انا قلت لكم عن موقعين يقدروا انكم تحققوا منهم مبالغ ضخمة من الشغل كتسويق الكتروني، وهو موقع كوتكس افلييت والموقع التاني كينج فين الخاص بموقع اولمب تريد. قلت لكم ان دول يعتبروا اكبر صناعة في المجال، يعني اكتر اتنين بيدوا افلييت او بيدوا ارباح على المجال ده، فدول كانوا موقعين ناس اشتغلت عليهم ربنا وفقهم، واللي ما اشتغلش فبرضه ما فيش مشكلة. اديك حاجة عرفتها ان في مواقع ممكن تعمل فلوس ضخمة غير الملاليم والسنتات والدولارات لو انت حابب انك تشتغل عليها. نيجي للمرحلة التانية، اي كيو اوبشن. اي كيو اوبشن طبعا دي اقدم شركة في البنر اوبشن، اقدم من كوتكس واقدم من اولمبي تريد، ولكن الشركة قديمة جدا من 13 سنة تقريبا، او من تقريبا من حوالي 2013، 7 سنين، يعني نقدر نقول في حدود 10 سنين، ونقول 10 سنين. الشركة بتاعت اي كيو اوبشن ليها برنامجين، انك تشتغل زي اي شركة تانية، يا اما تشتغل متداول تتداول عليها، يا اما تشتغل افلييت تجيب لها عملاء وبتاخد ارباح. الناس اللي كانت شغالة افلييت على اي كيو اوبشن، اي كيو اوبشن حولت الاي كيو اوبشن افلييت، اتقفل الموقع بتاعها، هو لسه متقفلش ولكن هيتقفل ويتحول للموقع اللي قدامكم ده اللي اسمه اف ستور. ايه قصة اف ستور؟ اف ستور نفس الخصائص بتاعت اي كيو اوبشن افلييت ويمكن احسن، زودوا الارباح في الكبه في سي بي اي، زودوا الارباح في الريفينيو شير، بتبتدي من 40% وبيفضل النسبه بتاعتك تعلى لغايه ما توصل 80% لو انت نشط وبتدخل زباين بعدد كبير شهريا، فبتبتدي انك تقبض فلوس بناء على هذا الكلام. زائد ان بقى عندك اكتر من شركه بقى، يعني غير اي كيو اوبشن عندك اكسينوفا، عندك برضو كابيتال بير، وعندك شركتين تاني بس دول الشغل بتاعهم اتحاد اوروبي فاحنا مش هنركز عليهم. فحضرتك دلوقتي بقى عندك بدل اي كيو اوبشن بس ان ممكن تحقق من ارباح، لا بقى عندك اكتر من شركه. دي نقطه. النقطه التانيه لما نيجي نخش على الداشبورد بتاعهم من جوه بقى بعد التسجيل، لو حضرتك كان عندك حساب في اي كيو اوبشن، في اي كيو اوبشن المفروض ان حضرتك حاليا افلييت، مجرد ما تخش على الموقع بتاعك بيظهر لك رساله انك انت هتعمل ترمينيت، هتقفل حسابك على اي كيو اوبشن افلييت، وهتوافق انك انت تنضم بجميع بياناتك بكل حاجه، النسب اللي انت عاملها بكل حاجه للبرنامج الجديد او الموقع الجديد. زي ما انتم شايفين كده، ده ادي البرنامج الاولاني اي كيو اوبشن ريفينيو 80%. هنا عشان الغلطه دي كل الناس بتقع فيها، يقول لك انا هخش اي كيو اوبشن والناس بتكسب 80%، او اخش كوتكس والناس بتكسب 80%. ال 80% دول التوب ليفل اللي هم الناس اللي يعني ايه اعلى متداولي، اعلى مسوقين للموقع، هم دول اللي بيوصلوا 80%. لكن انت كبادئ بتبتدي من ال 40%، عشان ما حدش يقول لك اصل فلان ده بياخد 80% على مش عارف ايه الخساره، او مش بياخد 80%، لا الكلام ده ما فيش. اللي بياخد 80% اللي هو زي ما بيقولوا التوب 10، العشر الاوائل، او الناس اللي هي فعلا عندها كميه ترافيك عاليه وبتدخل ناس كتير للشركه، فهم دول اللي بيوصلوا 80%. حضرتك بتبتدي 40%، ولما ربنا يكرمك ويبقى عندك دخل كبير جدا ترافيك بتقدر توصل لل 80% في النهايه. زائد ان عندك مثلا برنامج زي السي بي اي وصل 2000 دولار. يعني ايه 2000 دولار؟ يعني لما نيجي نفتح مثلا هنا عشان نشوف البرنامج اكتر، انا شرحته قبل كده برضو بس طبعا الناس الجديده في القناه ما شفتوش، ونيجي نقول له ريتس،
هشرح لكم المثال. مثلا هنا بيقول لك الديسك توب اللي هو التداول عن طريق موبايل، بيقول لك لو حد من الامارات المتحده الشقيقه خط ايداع لغايه 30 دولار من 10 ل 39 هياخد 30 دولار، يعني من 10 اقول ل 39 دولار ل 30 دولار سي بي اي. لو عمل ايداع 40 دولار لغايه 99 ل 80 دولار. لو الشخص ده برضو من الامارات كان عمل من 100 ل 449 هياخد 400 دولار. لو بلس لو واحد من الامارات عمل 450 دولار اول ايداع ليه، حضرتك هتاخد 2000 دولار سي بي اي. طيب السي بي اي بتبقى وان تايم، يعني انت الاخ اللي هيسجل من اللينك بتاعك اول دفعه هي هتتحاسب عليها، دفع 10 دولار يبقى انت هتاخد حسب الجدول ده، دفع فوق 450 هتاخد 2000 دولار زائد حاجه تاني وهي الاكتيفيشن بتاعته، يعني هيشتغل تداول ولا هيقف في خلال اسبوع، هيعمل صفقات كتير ولا لا. فدي الحاجه اللي بتحدد الربح بتاعك. فتخيل انك انت ممكن تعمل ترويج وحد يعمل ايداع والايداع ده يكسبك انت، هو لو حتى يعني حط 450 دولار حضرتك ممكن تكسب 2000 دولار. احنا بنتكلم 2000 دولار يا جدعان عشان الناس تركز في الكلام اللي بقوله، 2000 دولار احنا بنتكلم في حوالي 80 ألف جنيه. بنتكلم في ان حضرتك قدامك فرصة تكسب لو انت مثلا من الامارات او من دول الخليج وتقدر تعمل ترويج لشركة زي اكيو اوبشن، ممكن تكسب على الايداع سي بي اي، ودي مالهاش دعوة بقى بالخسارة والمكسب، هو على الايداع والتداول بيتم حاجة اسمها قياس النشاط لمدة 7 ايام، وبعديها بينزل لك انت ربحت على الايداع كام اللي هو عمله 450 عدد الدول كتير، وصل في قيمة التداول بتاعته ان هو متداول نشط، يعني عمل صفقات فوق 2000 دولار، حضرتك هتاخد 2000 دولار مكسب. برضو زي ما قلنا عندك كذا دولة، كل دولة ليها سعر غير التاني، في 1500، في 1200 دولار، في 20، في ده لو انت هتشتغل بالسي بي اي او الكبه. طيب يبقى عندك عرفنا كده، عندك انت ممكن تشتغل ريفينيو شير تاخد 40%، ممكن تشتغل على كبه وتوصل على الشخص الواحد 2000 دولار على بس بتتحسب على اول عملية ايداع، بمعنى تاني انه الايداع بتاعه لو كان 10 دولار فحضرتك هتاخد القيمة اللي هي محطوطة على 10 دولار 30 دولار، جه بعد كده وراح عمل ايداع ب 100 ألف دولار حضرتك مالكش عليه اي فلوس، انت بتاخدها فور فيرست تايم ديبوزيت، ما بتاخدش على ايداعات تاني بعد كده. ركزوا في الكلام ده كويس عشان محدش يجي يقول لي انت ما قلتش انت ما شرحتش، انت بتاخد في الكبه او سي بي اي بتاخد اول ديبوزيت هو اللي بتتحاسب عليه والمده 7 ايام، يعني لو حتى دفع بيبان عندك في الداشبورد انه دفع، بس مش بتنزل لك قيمه المكافاه كام الا بعد تقييم التداولات بتاعته في ال7 ايام بعد الايداع هو عمل ايه. طب يا استاذ احمد واحد سجل النهارده وما دفعش هيفضل عندك ان اكتف، او مجرد ما بيدفع بتاخد عليه العموله؟ يعني هو الراجل دخل مثلا وقعد يتدرب مثلا على الديمو عشان خاطر يشوف نفسه في التداول، بس عمل ايداع بعد شهر بعد شهرين، مجرد ما بيدفع بتحسب لك 7 ايام من الدفع، بيبتدي يعدلك لك 7 ايام ويقيم النشاط بتاعه ويحسب لك نسبه الربح بتاعتك في نظام الكبه. فده اي كيو اوبشن من ضمن الشركات الماليه، زي ما قلنا انا بكلمكم في 80 ألف جنيه، وبكلمكم في 1200 يعني حوالي 40 ألف، و 48 قول 50 ألف جنيه، بكلمكم في ارقام عاليه من شخص واحد، مش بكلمكم في حاجه صغيره، مش بكلمك بقى افضل اقول لك ايه دخل 1000 واحد عشان في الاخر تاخد 10 دولار. انت فاهمين الفكره في ايه؟ المجالات كلها بتاعت التسويق الالكتروني انا جايب لك الهاي ليفل، انا جايب لك اعلى نسبه ربح في المجال ده. الشركات اللي بتدي، في شركات طبعا بتدي اكتر بس صعوبه اكبر بقى، لشركات مثلا التسويق العقاري مش عارف ايه، ممكن لو انت حابب انك تشتغل في حاجات زي كده بس بتبقى دايما نسبتها عاليه وبتبقى اصعب من كده بكتير. فزي ما قلنا تاني، ادي الشركه وادي كل حاجه قدامك اهو. الناس اللي على عندها حساب على اي كيو اوبشن افلييت ولسه ما حولتش، ادي الشركات اللي بقول لكم عليها ان اكتف
ودول بيبقوا لازم انك انت تشغلهم، بيديك في هنا اوروبا ده الكابا بتاعه بتاخد $600 على الشخص الواحد، حاجات عالية جدا يعني. $600 في أربعة، نتكلم في 24,000 جنيه على الشخص الواحد اللي يحقق. بس ده لازم يكون حضرتك هتستهدف الاتحاد الأوروبي، فبيبقى صعب. ده أفريقيا، ميدل إيست، أستراليا، شامل كل الدول. فكل الكلام ده لازم إنك أنت تقدر تعرف إزاي تستخدمه، إزاي تتعود عليه، وإزاي إنك أنت تحقق ربح تاني. وحتى المدير، الناس اللي عندها اي كيو اوبشن افيليت، المدير بتاعك نفسه هتلاقيه اتنقل معاك. فدي حاجه هنقول انها كويسه مش وحشه، انك انت بدل ما كان عندك اي كيو اوبشن بس ملتزم بيها انك انت تعملها تسويق، لا بقى عندك اكتر من شركه تقدر انك تكسب منها. تاني عندك نوعين، يا اما تاخد ريفينيو شير كل ما حد يعمل ايداع بتكسب عليه، او تاخد خطه واحده اللي هي الايداع عن طريق كبا، بتاخد مكافأة، وكل ما المبلغ الإيداع كان كبير وتداول نشط كل ما ممكن توصل للي هو زي ما بنقول التوب بتاع الليفل السي بي اي، انك توصل ل$2000. $2000 مبلغ كبير. انت لو بتقدر كل شهر تعمل عميل واحد وتكسب من وراء $2000، يعني حضرتك بتتكلم شهريا في 80,000 جنيه، مبلغ مش موجود في اي مجال تاني، مش موجود لا في كتابة مقالات بقى وتقعد تتعب نفسك، ولا في أي صناعة محتوى، ولا في أي حاجة تاني. مبلغ توب. فطبعا اي كيو اوبشن كشركة مرخصة، عايز تشتغل عليها اوكي، عايز تشتغل على شركات تانية انت زي ما انت شايف، انا بجيب لك الاعلى في المجال ربحيا، وانت الاختيار ليك. انا مش بجبرك انك تشتغل مع شركة، مش بقول لك اشتغل مع الشركة دي او ما تشتغلش، دي حاجة ترجع لك حسب قناعتك انت النفسية، وحسب راحتك انت تقدر، وحسب قدراتك انت تقدر تسوق ليه. في ناس بتشتغل على اي كيو اوبشن كويس جدا يقول لك لا انا هشتغل واعمل جروب لاي كيو اوبشن واجيب ناس لاي كيو اوبشن. في ناس يقول لك لا يا سيدي انا بشتغل على كوتكس. في ناس يقول لك لا انا تبع اوريم بتريد. في ناس مالهاش في الكلام ده كله، شغاله فوركس. ايا كان الشركه اللي هتختارها، مجال الفوركس والباينري والعملات الرقميه التوب ليفل، يعني دول اللي بيدوا اعلى كميه ارباح في المجال. سيبك بقى من مواقع الاستثمار والكلام الفاضي اللي ما بياكلش عيش، وتحط فلوس وفي الاخر تاخد 70% في الشهر، وبعد شهر تاني ممكن ما تقبضش والشركه تاخد كل فلوسك وتتكل على الله. احنا بنتكلم على شركه او بنتكلم على نظام سيستم موجود بقى له كذا سنه، عشان الناس ما تقولش لا ممكن الشركه تكون نصابه، ممكن الشركة ما تدينيش فلوسي. الشركات دي من زمان وبتدي الفلوس عادي، مفيش أي مشاكل فيها. ممكن حضرتك تخش وتطمن بنفسك avistore.com وتبتدي إنك أنت تتداول. الناس تاني اللي عندها حسابات اي كيو اوبشن افلييت، حضرتك مطالب فورا انك تتنقل على المنصه الجديده. لازم تخش وتعمل اتفاقيه عشان خاطر تنقل على المنصه الجديده، لان خلاص اي كيو اوبشن افلييت قدامها وقت قصير وهتقع. لكن اي كيو اوبشن طبعا التداول شغال ما فيش فيها مشاكل، بالعكس ده ضافوا عليها كذا منصه عشان خاطر التداول. فيبقى احنا كده النهارده اتكلمنا في الارباح، اكبر مجال تقدر تحقق منه ربح. هنتكلم في ازاي انك انت ممكن تعمل تسويق في حلقات تانية ان شاء الله. اشوفكم وحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.